أمة الإسلام بشرى إننا رماح فجر في شباب. فضائل الإمام أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهما السلام. هذا الحديث مش موضوع من الشيعة، هذا في كتب أهل السنة، ويصححه المتقدمين والمتأخرين على رأسهم الألباني، ويقول عنه صحيح. إمامة الإمام الحسين، وكيف أن إمامته كانت مرجعية، وكيف أن إمامته كانت مرجعية للأمة، مع أنه قتل، لكن كيف كانت مرجعية، وكيف أن عمله هذا يعتبر قدوة للأمة من بعده يسيرون على طريقته، يسيرون على طريقته. بعد الصلح الذي دار بين الإمام الحسن وبين معاوية بعشر سنوات، توفي الإمام أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام مسموما، وكان معاوية ما زال حيا، مما صوغ له أن يعهد بالبيعة لابنه يزيد. نظرت كيف؟ يعني الآن هو أصبح يرى أن ابنه يزيد هو أحق بماذا؟ بالبيعة، أحق بالخلافة. ما نظر لا على الإمام الحسين ولا على باقي الصحابة ولا أخذ بمشورتهم. إذا من هنا خرج الحكم من مرحلة الشوروية إلى مرحلة التوريث، إلى مرحلة التوريث. هذا التوريث بالطبع سنة سيئة، ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين من بعده، حتى الخلفاء الراشدين من بعده ما سنوها، وإنما الذي سنها هو معاوية، والخلفاء الراشدين هم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثرة آل البيت هم مرجعية. إلا أنه بعد موت معاوية وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية خلافا لمعاهدة الصلح، فأبى الحسين عليه السلام عن مبايعته، ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه، ودعاه إلى الكوفة أشياعه، يعني أشياع شيعة أبيه الذين هم في العراق، بدأوا يراسلون الإمام الحسين لما علموا أنه رفض البيعة وأنه خرج من المدينة إلى مكة. أرسلوا إليه رسائل يدعونه إليهم وأنهم سيناصروا، فكتبوا إليه أنهم في جيش متهيئ للوثوب على الأمويين، فأجابهم وخرج من مكة مع مواليه ونسائه وذراريه ونحو 80 من رجاله. أصر الإمام الحسين عليه السلام على المضي إلى العراق، وكان قد أرسل الإمام الحسين عليه السلام قبله من استوثق له، وهو مسلم بن عقيل، إلى أهل العراق، يعني أنهم هم الذين طلبوا، هم الذين طلبوه إلى أن يخرج إليهم. الآن سندخل في ابن عقيل، كيف تحرك، كيف وصل الكوفة، ماذا حصل له. الآن نرجع إلى الإمام الحسين، نسير معه في المسيرة عليه السلام. هذه الرسالة يقول فيها: إن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجتازت قافلة الحسين الكثير من المنازل، ومرت تشق طريقها بين الصحاري والقفار وبعض الديار وبعض المنازل، متجها إلى الكوفة. ومن هذه المنازل منزل يسمى الصفاح، حيث التقى بالفرزدق الشاعر المعروف، فقال له الإمام الحسين: كيف تركت أهل العراق؟ يعني يسأله كيف تركت أهل العراق. انظر النصيحة كانت قوية، قال: تركتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وضحت؟ قال: تركتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وصل إلى منطقة يقال لها العقر أو العقر، فقال الحسين، سأل: ما اسم هذا المكان؟ قالوا له العقر أو العقر. قال: اللهم إني أعوذ بك من العقر أو العقر. فنزل بمكانه وهو كربلاء، يعني في نفس العقر هذا فيها كربلاء.
من خلال هذا الكلام يتبين سبب خروج الإمام الحسين، يعني لماذا هو قام بهذا الرجل خارج أن يصلح. القوم قد أفسدوا وغيروا وبدلوا، أعلى تبديل كان في ذلك الوقت هو الآن اللي أنتم تعملون عليه اليوم. أنتم تقولون على أن الحكم منذ تلك الفترة أصبح توريثي إلى يومنا هذا، ونحن الآن نريد أن نرده إلى ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون شوروي وفيها مرجعيات الأمة تقوم عليها. أما أن يتوارثها الأطفال ويحكمها النساء والصبيان ويفسدون في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام الحسين قام على أن يغير هذه السنة الفاسدة التي وضعت. إن شاء الله نحن على منهجه. يملأ الأكوان ذكرى وقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا. فحراه الله توفيقا وتسديدا وأجرا.